بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهب، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنت اول مره تشوف القناه اضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنسويه، واي اراء واي كومنتات اصحابي هننتظرها تحت الفيديو. مثل ما انتم شايفين اصحابي اليوم مسويين كرافت سريع، العيد بدأ والناس بتسوي كعك ومعمول العيد وحلويات العيد. ناس كتير سواء بتبقى ما بيكونش عندها المنقاش هذا بتاع الكعك والمعمول او الفطاير عامة. طيب في يعني ما عنديش ده وعايزة اشكل الكعك والمعمول، فانا جبت لكم البديل النهاردة وممتاز ومش مكلف على الاطلاق. طيب اهو شايفين هذا هتنقشي بيه نفس الكعك هيديكي نفس النتيجة. طيب سويناه كيف بقى البديل؟ طبعا كلنا عندنا الفيزات هدونا اهم، او الكروت مال التليفون اللي هي بتكون قوية، يا الفيزا او الكروت الشحن مال التليفون اللي هي القوية. هناخد الكرت هنتنيه كده من المنتصف وهنجيب المقص وهاخد كل طرف هبدأ اقصه هعمل مثلثات اهو شايفين اهو شايفين البطاقات بتبقى قوية فهي اللي هتديني المنقاش اهو، وهنيجي من الطرف التاني هنقصها برضو قوية. البطاقة لازم يكون المقص ماشي عشان تقصيها. انا كان في عام من الاعوام ما كان عندي منقاش الكحك هذا، ما كانش موجود، وفكرت في الفكره هذه اهي ونقشت بيها الكحك واعطاني نفس نتيجه المنقاش. فشايفين كلنا اكيد عندنا البطاقات او عندنا الكروت اهي القويه، وهتقصيها مثل ما زي ما شفتوا هنتني البطاقه اهي وهي بتبقى قويه، فلما بتضغطي على العجين بينقش معاكي الكحك. هذه كانت فكرتنا النهارده بديل منقاش الكحك. يا رب الفكره تكون عجبتكم، ما تنسوناش في الشير واللايك للفيديو. كان معاكم مطبخ دهب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.